دور أردت التعقيب على ما ذكر هنا فيما يتعلق بالتحالف. كان شاولي أنا يا مار. شاولي أنا يا مار. نحن لم نبدأ بالحرب في 7 أكتوبر وهو على حق. يجب أن نفهم ليس مهما كم هي التهديدات من إيران وكم من المسيرات والصواريخ يطلقون. كل هؤلاء الناس فخري وقاسم سليماني ومحمد رزا هؤلاء مخربين ويجب أن يموتوا. وفي الجيش يقولون كلما كانت لدينا معلومات كافية وحانت الفرصة سوف يقتلون، عليهم أن يموتوا إن كان هذا تصريحا رسمي أم لا. إنهم من يصنعون الإرهاب في كل الشرق الأوسط. دور كوهن مراسل الشؤون العسكرية في قناة أجنتي فور نيوز، شكرا جزيلا لك دكتور شاول. قبل أن تعقب أعود الآن إلى أستاذ أليف صباغ. إن أردت التعقيب أستاذ أليف على ما ذكر هنا وبدأت بالحديث عن المرحلة الجديدة في الشرق الأوسط لتفسر لنا ما هي الترتيبات الجديدة بعد هذا الهجوم المباشر من إيران على إسرائيل. يعني يجب أن نخشى جميعا من المستقبل. إذا بقيت العقلية الإسرائيلية بهذا الشكل، عقلية العنجهية، عقلية هوس العظمة، عقلية أنها مشروع لها أن تقتل ما تريد ولها مقاييس و معايير خاصة في قتل الآخرين، كل من يعرضها هو مشروع قتل. تصوري لو كان الطرف الآخر يأخذ نفس المقاييس الإسرائيلية ويسلك سلوك معاكس، ماذا سيحدث؟ لو اعتبرت إيران أو أي جهة من جهات المقاومة التي عانت من إسرائيل عشرات السنوات، لو اعتبرت أن المقاييس الإسرائيلية تنطبق على الإسرائيليين أيضا، ماذا سيحدث؟ سيكون هناك قتل متبادل، مش بالآحاد ولا بالعشرات ولا في المئات، قتل إلى أبد الآبدين. لذلك يجب تحكيم العقل. الآن هي فرصة لإسرائيل أن تتحكم بالعقل، لأن استمرار هذه المواجهة ودخول إيران على المواجهة مباشرة هذا خلق ميزان قوة جديد، هذا خلق اصطفاف جديد في الشرق الأوسط. النظام الأردني لا يستطيع أن يحتمل وجوده في وسط هذا الاصطفاف. لا يستطيع، لأن الشعب الأردني لن يقبل بوجود نظام أردني يصطف إلى جانب إسرائيل ضد المقاومة الفلسطينية أو اللبنانية أو السورية أو الإيرانية. يعني من يقول أستاذ أليف أن لربما هذه المرحلة الجديدة يمكن لها بالفعل أن تؤدي إلى نهاية الحرب، إلى تغيير الموقف الإسرائيلي، خاصة الولايات المتحدة تريد ترتيبات في المنطقة. نعم هنا يعني تفتح أبواب جديدة. الرسالة التي أوصلها بايدن إلى نتنياهو في هذا اليوم تقول عليك أن تعقل وأن تتكل على الولايات المتحدة في مساراتها السياسية، لأنك أنت تدخل المنطقة في قتال لا نهاية له، والولايات المتحدة تريد أن تدخل في مسارات سياسية وليس في حسم عسكري. أنت وجيشك وكل ما لديك من أسلحة لا تستطيع مواجهة إيران. أنت اضطررت إلى المعونة الأمريكية والأوروبية في مواجهة حماس، اضطررت مرة أخرى إلى المساعدة الأمريكية والأوروبية والعربية في مواجهة إيران في هذه المواجهة البسيطة نسبيا. لذلك عليك أن تستمع، أن تصغي إلى النصائح وأن تقبل القيادة الأمريكية. لا يجوز لك أن تدخل أمريكا في صراعات لا تريدها أمريكا خارج عن السياق الأمريكي. إذا استمع بنيامين نتنياهو لذلك، وأنا أعتقد أن هناك قوى إسرائيلية كبيرة واسعة في الصهيونية الليبرالية تستمع جيدا إلى الولايات المتحدة، ولكن عن جهية نتنياهو وعيشه في 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 شعور العظمة والعظمة، هذا هوس أدخله نتنياهو منذ أن دخل إلى الحكم في إسرائيل. نعم، أدخل هوس العظمة إلى الحكومة وإلى نفسه وإلى حلفائه،
وإلى الجمهور الإسرائيلي، ويجب أن يتخلص من ذلك. دكتور حان الوقت يريد أن تخلصه الولايات المتحدة من هذا الهوس. أستاذ أليف، مرحلة جديدة على ما يبدو، ترتيبات جديدة، هل بالفعل سندخل إلى مرحلة جديدة؟ كده بالفعل الأستاذ أليف، قبل ذلك أريد أن أقول للسيد أليف شيئا. الإيرانيين والمهدوي شغل ميليشيات في المنطقة وكانت مسؤولة عن قتل آلاف العرب السوريين، إذن هو ليس كأي شخص آخر. عندما وصل إلى دمشق فقد وصل لوضع خطة عملياتية للهجوم على إسرائيل في الشمال من لبنان وفي الجولان، وهو مسؤول عن دمار الجولان وتهجير عشرات آلاف اللاجئين اللبنانيين. بالنسبة للإمكانيات المستقبلية، التحالف الذي أثبت نفسه بالأمس، السعوديون والأردنيون والعراقيين والآخرين، أثبتت أن التحالف الإقليمي ضروري لإسرائيل والأردن وكل دول المنطقة للوقوف والصمود أمام التحالف الإيراني. يمكن التعامل مع إيران. الإيرانيون جبناء يرسلون الآخرين ليموتوا مكانهم. هذا يا دكتور شاؤول، رغم الفشل الذي تحدث عنه لم يثبتوا شيئا. لتعرفي لقد أعلنوا للجميع 72 ساعة قبل الإطلاق بأنهم سيطلقون النيران وسيكون محدودا، حتى أنهم قالوا إلى أين، وليس صدفة بأنهم أخلوا طائرة كنافتسيون من نبطيم. نحن نعرف أن ما كان جنونيا ليس قليلا، ولكنهم قالوا ما هو الموعد وإلى أين سيطلقون لكي لا تردوا ردا كبيرا. يعني اليوم المواطنين الإيرانيين يرتعبون من الخوف. المهم بالنسبة إلينا أن التحالف الإقليمي يمكنه أن يعمل بشكل بشكل ظاهر ومكشوف. كل الإيرانيين السوريين اللبنانيين والمصريين والسعوديين يصرخون ويقولون أن هذا لمصلحتهم. تحالف سياسي، عملية سياسية، حان الأوان لحل هذه المشكلة، دولة فلسطين، وحينها سنعيش كلنا بسلام. يعني هل توافق من يقول لربما هذه الهجمة الإيرانية، هذا الهجوم الضخم، يمكن في نهاية المطاف أن يؤدي إلى نهاية الحرب، إلى ترتيبات جديدة في البيت الفلسطيني كذلك؟ لا أعرف إن كان النهاية للحرب الحالية، لأن إيران لا تريد سلاما بين إسرائيل والفلسطينيين، لا تريد إنهاء وضع الحرب، بل تريد الضرب والمس بكل الدول المنطقة مثل ما يضرون بالسودان. الخوف الكبير عند الإيرانيين هو السلام في هذه المنطقة، ونحن بحاجة إلى هذا السلام، ليس فقط لكبح إيران وهو مهم، بل لخلق نظام في الشرق الأوسط. لدول تريد أن تبني مستقبلا لشعوبها مقابل الفوضى التي تريدها إيران. التي تتحدث عنها يمكن أن تترجم كذلك في تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة، في تعزيز العلاقات الدبلوماسية، أم أنه لربما سيبقى التعاون في إطار الدفاع العسكري؟ دول المنطقة قالوا لإسرائيل منذ فترة طويلة بأننا يمكن أن نقيم تحالفا استراتيجيا. هناك محادثات في الظل، ولتحويل هذه التعاونات إلى مكشوفة قالوا عليكم أنتم الإسرائيليين والفلسطينيين، عليكم أن تصلوا إلى اتفاقية سلام، لأننا نريد أن نروج ونسوق هذا النظام الجديد الجيد للجميع. طالما ظل هذا السلام
الصراع ويجذبنا كل بضع سنوات إلى داخل الصراع إلى المشكلة مثل ما حدث سابقا ويحدث الآن، هذا يجذبنا إلى داخل الحرب، فلن نستطيع أن نفعل شيئا. لذلك إسرائيل والفلسطينيين أيضا الذين يريدون بناء مستقبل أفضل من أجلهم وأولادهم يجب أن يتركوا جانبا الكراهية والمطالب المحقة من الماضي، وإلا فإن الفوضى الإيرانية التي نراها في سوريا ولبنان والسودان والعراق المدمر سيكون من نصيب إسرائيل وربما الأردن ودول أخرى، لأن قاسم سليماني قال في نظريته فقط من الفوضى التي سنخلقها نحن سوف نخلق نظاما شيعيا جديدا. نعم، ربما أستاذ أليف يريد التعقيب على ما ذكرته خاصة فيما يتعلق بالتحالف المنطقة بقيادة الشيعية. تفضل أستاذ أليف. يعني نظرية الفوضى الخلاقة ليست نظرية إيرانية، هي نظرية أمريكية مارستها في الشرق الأوسط وما زالت تمارسها. يعني كيف ممكن أن يعني نتخطى كل الحقائق ونعيش في حالة من الوهم ونبيع أوهام للناس؟ حقيقة الأمر الفوضى الخلاقة نظرية أمريكية سوقتها كوندليزا رايس، أوجدتها مراكز البحث الأمريكية وما زالت تعمل بها. الأمر الآخر، إسرائيل تريد السلام حقيقة؟ يعني هذا نكتة فعلا. أمريكا تريد السلام في الشرق الأوسط؟ أمريكا اللي قتلت ملايين العرب تريد السلام في الشرق الأوسط؟ أم تريد ضمان الهيمنة الأمريكية العربدة الأمريكية بالقوة وسرقة خيرات الشرق الأوسط ومشاركة إسرائيل في سرقة هذه الخيرات؟ هذه حقيقة أيضا تعيها كل الشعوب العربية. الأنظمة لها مصالح خاصة، الحكام العرب الملوك والأمراء لهم مصالح خاصة، هذا أمر معروف، ولكن على حساب شعوبهم. إلى متى ستبقى هذه الشعوب تقبل بهذه الأنظمة؟ أنا باعتقادي نحن على أعتاب مرحلة جديدة في العلاقة بين الشعوب والأنظمة العربية الموالية لأمريكا المطبعة مع إسرائيل. هذه المواجهة كشفت الكثير وستكشف أكثر. أستاذ أليف، يمكن أن نرى التحرك للشارع العربي في ظل هذه الترتيبات الجديدة؟ نعم، الآن يتذكر كل فلسطيني وكل أردني وكل عربي ماذا كانت دور الأردني عام 48 وما هو الدور الأردني الآن. هذا النظام نفسه، العائلة نفسها، الحكام أنفسهم، الراعي البريطاني والأمريكي نفسه، الكل يتذكر ذلك. ولهذا أقول لن تستطيع هذه العائلة المالكة في الأردن، وهي غريبة عن بلادهم وهي غريبة عن شرق الأردن، يجب أن نذكر ذلك، لن تستطيع الصمود أمام الغضب الشعبي. ديوان الملكي الأردني يعلن الآن بأن الملك عبد الله الثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن وبحث خلاله جهود خفض التصعيد في المنطقة. نعم، هو يخاف من التصعيد في المنطقة، ولكن حين تطلب منه الولايات المتحدة أن يكون شريكا في هذا التصعيد يدخل في هذا التصعيد. للأسف الشديد هو يدخل نفسه في قضايا لا يستطيع الصمود فيها. إذن هو لا يملك السيادة لا على الأجواء الأردنية ولا على الأرض. ونحن نعرف في بينه وبين الولايات المتحدة اتفاقيات استراتيجية، لا يملك بموجبها أي سيادة لا على الأرض الأردنية ولا في الأجواء الأردنية. سندكم يصول ويجول في الأجواء الأردنية وعلى الأراضي الأردنية، ولا يستطيع أي أردني أن يوقفه. هو سندكم والقوى الحليفة معه، بمعنى حتى إسرائيل تستطيع أن تصول وتجول في الأجواء الأردنية دون أي احترام للسيادة الأردنية. لذلك ما حدا يحكي عن سيادة أردنية، هذا كلام يمكن أن ينطلي على الأغبياء ولكن ليس على متابعين ومعلقين وباحثين. ولكن ماذا يعني عن كل يعرف الحقائق. دول الخليج يا أستاذ أليف؟ اسمحي لي أضيف. على الإسرائيلي أن يبدأ بالتفكير بدون هوس العظمة، أن يفكر بالعقل العربي بالعقل الإيراني وليس بالعقل الإسرائيلي. العرب والإيرانيون ليسوا أتباع لإسرائيل،
ولا تستطيع لا إسرائيل ولا أمريكا أن تضغط على الزر وتقول للشعوب العربية هكذا يجب أن تتصرفوا وهؤلاء هم حلفاؤكم، ولا على إيران. الصراع مع إسرائيل التي احتلت أرض فلسطين قائم قبل 1979 عندما قامت الثورة الإيرانية. يعني ما حد يقول لي إنه إيران خلقت الثورة الفلسطينية، إيران جاءت متأخرة على الثورة الفلسطينية. لذلك شوية احترام للمعرفة التاريخية، لمعرفة الواقع، حتى نستطيع أن نغير هذا الواقع يجب أن نعرف الواقع كما هو وليس كما نريد له أن يكون. وهل بالفعل أستاذ ألي في نهاية المطاف ستتقبل الدول العربية والشارع العربي وجود إسرائيل في المنطقة، لسيما وأنه بالفعل كما ذكرت في نهاية المطاف هناك العالم العربي بغالبيته تقبل وجود إسرائيل في حدود عام 67؟ نعم. وهذه المبادرة العربية منذ عام 1982 موجودة على الطاولة. ما الذي عام 2002 ما الذي يرفضها؟ إسرائيل هي لا ترفضها، ترفض كل مبادرات السلام، ترفض كل الأيدي المقدمة لها. إسرائيل هي لا ترفض. وبنيامين نتنياهو يعتمد على هذا القطيع الذي يروج له بأن إسرائيل دولة عظمى، ويعني لا يريد أي سلام أي كان، يريد أن يسيطر، أن يهيمن، أن يقتل، أن يبيد، ويعتقد أن العالم يجب أن يصفق له كما يصفق له القطيع الإسرائيلي. والآن بحسب رأيك كذلك إن سمحت لي أستاذ أليف، حتى وزير الخارجية التركي يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي رد إيران على إسرائيل. أستاذ دكتور شاؤول، فيما يتعلق بموقف الأردن تحديدا، يعني نرى تعزيز العلاقات الأردنية الأمريكية، ولكن موقف الأردن هل يمكن أن نعتبره مفاجئ أم أنه هذا كان متوقعا من قبل الأردن؟ الأردن غير مفاجئ. الأردن تعمل من أجل الأردن. المجال الجوي عندما يخرق وتخرقه صواريخ تصل من إيران فإنها ترد. السيد أليف يعتقد بأن العائلة الهاشمية غير شرعية، لينظر إلى الماضي. الأردن تستضيف مئات الألاف من اللاجئين السوريين واللبنانيين، ودول أخرى لا تفعل ذلك، ولكن لديها مشاكل مثل كل دولة أخرى. في الأردن الحكم موجود بهجوم دائم من قبل الإخوان المسلمين الذين يتعاونون مع إيران عن طريق قطر وتركيا، هذا معروف وليس جديدا. حماس أيضا جزء من الإخوان المسلمين يتعاون مع إيران، وهم أيضا يريدون أن تقوم أن تنشأ جمهورية إسلامية بدل المملكة الهاشمية. من ناحية إسرائيل والغرب والدول العاقلة في الشرق الأوسط، هذه ستكون مصيبة، ويجب تعزيز قوة الأردن بقدر الإمكان. أعود وأكرر أنه واحد من الأمور التي تضايق الكثير من الأردنيين من أصول الفلسطينية وما يحصل في غزة، ويجب إنهاء الحرب هناك، وما يحصل في النزاع العربي الإسرائيلي، وعلى الفلسطينيين أن يتلقوا حقوقهم. وأعتقد بأن الكثيرين فهموا هذا الواقع، والآن يجب إنهاء الحرب، وهذه ليست نهاية العملية. إقامة الدولة الفلسطينية هي فقط البداية للمصالحة، لكن لتبدأ هذه العملية على الأقل. لذلك أفهم غضب الجمهور في الأردن، ولكن إسقاط النظام الهاشمي هذا بديل الأسوأ، لأن هذا سيؤدي إلى حرب أهلية كما حصل في دول أخرى في المنطقة. يجب أيضا دعم الأردن بالقدر الممكن، هذا ليس مريحا لإسرائيل، يجب مساعدتها اقتصاديا استراتيجيا بواسطة خلق تحالفات. ويجب أن نفهم أن إسرائيل بضائقة، لأن مواطنيها من أصول فلسطينية غاضبون جدا مما يحصل في الضفة وغزة، لديهم أقارب هناك. فيما يتعلق بقطاع غزة، الجيش الإسرائيلي أعلن تجنيد لواءين من جنود الاحتياط للمرحلة المقبلة، هل تتوقع أن نرى لربما التصعيد أو العودة إلى العمليات المكثفة في قطاع غزة؟
لواءين ليس كفية لا يكفي هؤلاء ليبدلوا القوات الموجودة ولتستريح القوات الموجودة هناك. متى سنعرف إن كانت ستتم عملية في رفح؟ عندما يدخلون فرقة 87 حينها سوف تحتل مرة ثانية خان يونس، حينها سنعرف بأن هناك تغييرا في الموقف الإسرائيلي بالنسبة لغزة. أعتقد أنه حاليا يثبتون الوضع ليعرفوا ما الذي سيحصل في صفقة المخطوفين والتي فشلت. الهجوم والغارات على انصيرات ستستمر لأن هناك قوة بازالت تطلق صواريخ على إسرائيل. في وقت ما سيضطرون إلى اتخاذ القرار إما الدخول إلى رفح أو إنهاء الأمر. دكتور شاؤول، مستشار قائد الثورة الإيرانية والجمهورية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي يجري اتصالا هاتفيا برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على ما يبدو ربما هناك ترتيبات كذلك فيما يتعلق بقطاع غزة والملف الفلسطيني. علي أكبر ولايتي وزير خارجية له الكثير من التجربة وهو الآن المستشار خاص لخامنئي وقد اتهم بأنه شارك في عملية تفجيرية قبل سنوات. ولايتي من المتشددين في القيادة العليا الإيرانية وقد قطع كل علاقاته، كل ما يمت لإسرائيل بصلة وهو يتصل بهنية ربما لكي يستمر بالتنسيق معه للاستمرار بالقتال بدون أي صفقة مخطوفين، خاصة أنه يتحدث لربما بأن إنجازات محور المقاومة في اليمن ولبنان وسوريا والعراق وكذلك الأراضي الفلسطينية أدهشت العالم عالم. وكذلك يقول هنية له أن ربما هذه العملية عملية الوعد الصادق تمثل نقطة تحول في أسلوب التعامل مع الجانب الإسرائيلي. أستاذ أليف، كيف يمكن قراءة هذا الاتصال الهاتفي واستمرار التنسيق؟ قبل الاتصال الهاتفي فقط تعليق نصف دقيقة فقط. أنا أتفق مع دكتور شاؤول بأنه بداية الحل في الشرق الأوسط هو إقامة دولة فلسطينية على أن يأخذ الفلسطينيين حقوقهم. السؤال، من الذي يمنع ذلك؟ أليست حكومة نتنياهو؟ أليست الكنيسة الإسرائيلية التي سنت قانون القومية الذي يقول لا مكان لدولة أخرى بين البحر والنهر؟ أليس قرار الكنيسة ب 99 عضو قبل أشهر بمنع أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية؟ الكنيسة الإسرائيلية وحكومة نتنياهو ونتنياهو بالذات هو الذي يمنع أي حل في الشرق الأوسط. أستاذ، لو كان هناك استعداد إسرائيلي في هذا القدر. لم يتبقى لي الوقت للحديث أكثر عن المكالمة الهاتفية معك الأستاذ أليف صباغ خبير في شؤون الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لك أستاذ أليف، وكذلك الشكر موصول للدكتور شاؤول ينائي الباحث ومحاضر في تاريخ الشرق الأوسط ومختص في الشؤون الخليجية والعربية. شكرا جزيلا لكم. بهذا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذه التغطية، أعود ألقاكم على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.